مستمرين معاك يا كابتن ايمن، الفرحه وصاحب الهدف الانتصار، الهدف الغالي ما بيطلعش كتير، ما بيتكلمش كتير، لكن رده بيبقى في الملعب. كابتن حمدي، اخر مره سجلنا مع بعض كان بعد مباراه السوبر والفوز على الزمالك، بيتكرر التسجيل وبنقول مليون مبروك حمدي فتحي، واحد من اللعيبه اللي عند ثقه جمهور النادي الاهلي. والله الحمد لله، طبعا مكسب مهم وبطوله مهمه، ومبروك لنا كلنا، ومبروك للجمهور، ومبروك للاداره، ومبروك للعيبه اللي تعبوا النهارده، والجهاز الفني تعبنا النهارده وربنا كلل مجهودنا يعني. والحمد لله يعني احنا مركزين السنه دي ان احنا البطولات كلها تكون من نصيبنا ان شاء الله السنه دي. يعني حمدي فتحي ما بيتكلمش كتير، ما بيخرجش كتير، ما بنشوفوش في الاعلام كتير ولا السوشيال ميديا، حمدي فتحي بيركز في الملعب، مثال لكتير جدا من اللعيبه. اعتقد علي معلول برضو لا الحمد لله، يعني انت تعرف النادي الاهلي فلازم تبقى طول الوقت مركز، واي وقت النادي الاهلي بيحتاجك فيه وبتاع فلازم تبقى مركز يعني طول الوقت. وانا من نوعيات ان انا ما بحبش اطلع كتير يعني. بس مين اللي قال لك هتجيب جون النهارده؟ شادي حسين قال لي هتجيب جون النهارده. اه والله قال لي قبل الماتش ان انت هتجيب جون. الحمد لله يعني. زين وش السعد على حمدي فتحي، ربنا يحفظه لك. ربنا يخليه لينا. ادي البطوله لمين النهارده؟ النهارده يا كابتن حمدي، والله هديها للناس كلها يعني، جمهور النادي الاهلي والاداره واللعيبه اللي تعبوا، واهلي طبعا ومراتي وابني والحمد لله يعني. الحمد لله. اسيست بقى وجمال الاسيست بتاع حسين الشحات، لو حابب تقول لحسين الشحات على جمال الاسيست وجون النهارده. لا حسين لعيب كبير والحمد لله طبعا، ويا رب يكتره على طول يعني. شكرا يا كابتن حمدي.